تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج، وذلك تمهيدا لرفعهم من قاعدة بيانات الناخبين بالداخل لمنع ازدواج التصويت. ومن جهة أخرى، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة أوراق الانتخابات يوم السبت المقبل قبل يومين من التصويت في الانتخابات بالداخل المقرر لها أيام 26 27 28 من مارس الجاري.